إحناها هلأ. بعثت لكم تو لينكس بحكوا لك كيف تاخذ قراءة الفيرنير كاليبر، بس كنت لسه مش شرحته، فهذه لسه حتى لو أنت حضرت اللينك وما كان واضح رح نحكي اليوم. تمام؟ مشكلة هاي. هلا الكاليبر برضو علقنا عليها المحاضرة، ما في منها أنواع. هلا نبدأ بالفيرنير إنسترومنت اللي هو الفيرنير كاليبر. موجود فيها تو مين بارتس، المين سكيل انجريفد اون ا سوليد ال شيب فريم اند ذا فيرنير سكيل ويتش كان سلايد الونج ذا. عشان هيك في لها اسم ثاني، بسبب انه الفيرنير بارت اوف ذا فيرنير سكيل از موفابل، ممكن احنا او سلايد يعني بيحصل له سلايدنج، ممكن نسميها السلايدنج كاليبر. المين سكيل ممكن يكون جراديويتد ان مليمترز اب تو ذا ليست كاونت اوف 1 مليمتر. وفي برضه في اذر فيرنير كاليبرز بيكون المين سكيل فيهم قسم لنص مليمتر. هلا بفرجيكم امثله مختلفه على فيرنير كاليبرز كيف المين سكيل ممكن مليمتر او نص مل، هذا اذا كان في المتريك سكيل طبعا. The vernier also has engraved graduations, which is either a forward vernier or a backward vernier. The vernier caliper is made, طبعاً بتكون إما من الستينلس ستيل زي اللي شفناها أو التول ستيل. Depending on the nature and severity of the application. تمام. طبعاً لازم إحنا thoroughly clean the vernier caliper and the job being measured, ensure that there are no parts attached to the job which could have resulted from a previous machining operation. When a caliper jaws are fully closed, it should indicate zero. هالتكرار لغاية الآن. If it does not, it must be recalibrated or repaired. يعني إذا سكرت الفيكس جو والموفابل جو على بعض وما كانت الريدنج للفيرنير كاليبر زيرو، معناها إما بحاجة لكاليبريشن أو تصليح يعني. اوكي هلا كيف استخدم الفيرنير كاليبر بالقياس؟ اوكي losing the clamping screw and sliding the movable jaw till the opening between the yes the fixed jaw in contact with the reference point of the feature being measured and align the beam of the caliper approximately to the line of measurement. بعدين slide the movable أنا عملت slide the movable jaw closer. شايف الماوس؟ slide the movable. شايف مش عارف ليش الكيبورد التغت. ما كبست إشي أنا، بس مش شايف الماوس. إيش في إشي بلغيها هاي؟ حد بيقدر يساعدني؟ أنا مش شايفته. أنا في ميتينج، مش في حدا بريزنتر غيري صح؟ كيف بدي اسكر الويندو كله هذا؟ هيك خلص ظبط، ما بعرف شو اللي صار، بس انا ما عندي ما لغيت اشي يعني شايفين، بس بعمل سلايد شو.
اوكي احنا ما لغينا الشيرينج صح؟ بدي اعمل سلايد شو صحيح؟ مش عامل سلايد يعني مش عامل يعني راح شير موجود بس لسه اللي هي فيو بريزنتر اوكي هي انا هاي هاي بريزنتر كيف استخدم الفيرنير كاليبر للقياس بثبت الفيكس بثبت الفيكس جو بعدين نو سيجنال كل الداتا شو انا بس لغيتها مشان ليه مو شايف شاشتي اصلا طيب بعدين شو رأيكم شو سبب المشكلة؟ حد يساعدني أنا عاملة ما كبست ال F1 ولا F2 ولا إشي صح؟ ليش راحت شاشة الباوربوينت؟ أنا عاملة يعني الداتا شو مفروض تعكس شاشتي صح؟ طيب حدا بيقدر يحكي لي شو السبب؟ يعني أنا هون فاتحة باوربوينت عندكم مش مبين على الداتا شو ليش؟ طفينا وشغلنا ماشي بس ما انا ما غيرت يعني الديفولت عندي طيب خلص تمام انا الديفولت عندي ما غيرته يعني ما غيرت اشي حتى هلا فقط عملت سلايد شو على الباوربوينت ظبط طيب نشوف طلع انها مش نطمن على اللي بالاونلاين هلا شايفين شاش الشباب اللي بالاونلاين شايفين شاشة الديسكتوب وسامعين صوتنا اه دكتورة شايفين اليوم الافشنسي فيها زيرو طيب رجعنا نفس المشكلة كأنه صح؟ هاي اوكي خلص لا بس هاي سلايد شو مش مبين عندي هلا على الام اس تيم شو شايفين؟ خلص تمام يعني مش شاشه كبيره خلص تمام مش مشكله شيء افضل من لا شيء اذا اول شيء حكى لي بنثبت الفيكس جو على بدايه الورك بيس او السبيسمن دي اقيسها وبكون طبعا مكبر المسافة بين التو جوز اللي هي الفيكس جو والموفابل جو أكبر من السايز للأوبجكت اللي بدنا نقيسه بثبت الفيكس جو على بداية الورك بيس بعدين ببلش أحرك بالسلايدنج جو ليصير جاست تاتش الورك بيس تمام؟ هلا القراءة كيف باخذها؟ القراءة كيف باخذها؟ خليني أفرجيكم أول إشي يعني أعتقد لازم تكونوا حضرتوا ال بس تكونوا حضرتوا اللينك اللي بعثت لكم اياه كيف تاخذ القراءه باستخدام الفيرنير كاليبر تمام خليني اجي على مثال بسيط
نيجي على مثال بسيط. هذا المثال التدريج اللي بالأعلى بيمثل التدريج اللي بالأعلى بيمثل المين سكيل، تمام؟ الواحد هذا عبارة عن واحد سنتي أو بتحبوا تسموه 10 مل، إتس أوكي. طبعاً السكيل نفسها أو أي ميجرينج ديفايس بالدنيا بيكون عليها مكتوب نفسها اليونت أوف ميجرمنت، أوكي؟ فالتدريج اللي بالأعلى بيمثل المين سكيل. كل واحد ديفيجن على المين سكيل بهذا المثال عبارة عن 1 ملليمتر، أوكي؟ هلأ انسوا لي إنه في another scale هون. هلأ السايز أوف ديفيجن على المين سكيل دي أسميها سي، وقيمتها تساوي 1 ملليمتر، أوكي؟ هلأ لما خليت الزيرو للفيرنير تنطبق على الزيرو للمين سكيل، طبعاً في عنا تدريج تاني بالأسفل اسمه الفيرنير سكيل مقسم لديفيجنز عددهم 10. هلأ أنت عشان تعرف تتعامل مع الفيرنير ديفايسز الفيرنير سكيل، عارف شو بدي تتخيل؟ بدي تتخيل إنه السمولست ديفيجن اللي على المين سكيل مسكناها وقسمناها لديفيجنز عددهم N وفردناهم على الفيرنير سكيل. وصلت الفكرة؟ يعني أخذت من المين سكيل 1 ملليمتر قسمته لعشر ديفيجنز على الفيرنير، أوكي؟ هلا بدكم تحكوا لي السايز اوف ديفيجن على الفيرنير يعني ما بتسق معي الكلام اللي بتحكيه. انا بحكي لكم انه خذ 1 ديفيجن على المين سكيل وقسمها ل ان ديفيجنز وافردهم على السكيل الثاني. هلا يعني برجع لكم للماثيماتيكال بروف من وين اجى هذا اللوجيك، تمام؟ هلا البسيط يعني جاي قعدت لي اول سطر وقدامي انا وانا بخلط 200 طالب وبدون هلا انا عشان بحكي، لا بس عشان الصوت لكم يكون اوضح، بس التزموا هذا لحالي مش مبرر، اوكي مش مبرر، التزمي بكمامتك اذا سمحتي. طب شوفوا هي تعليمات الجامعة بتتفق مع تعليمات وزارة الصحة، الموضوع المتعلق يعني التوصيات المتعلقة بالكمامة لسه ما رفعت، يعني ما بيصير انك تكون قاعد بتجمع ومش ملتزم كمامتك، تمام؟ وصلت المعلومة؟ طيب هلا الـ size of division على المين سكيل 1 مل، هلا انا الطلاب لما اكون سوري لما اكون يعني لابسة كمامة بيحكوا لي انها بالاونلاين جودة الصوت بتكون سيئة، انا عشانكم بشيلها ولا انا يعني إذا أنتوا هيك مش ملتزمين؟ نفس الإشي خلص أوكي ما عندي مشكلة أنا. طيب هلأ size of division على المين سكيل 1 مل، أخذنا الواحد division على المين وقسم لها لديفيجنز عددهم N وفردناهم على الفيرنير سكيل، بدي تتخيلوا بهاي الطريقة، تمام؟ هلأ إذا أنا الصفر للمين والصفر للفيرنير خليتهم ينطبقوا على بعض زي هذا المثال، تعالوا نعد. إحنا حكينا size of division على المين سكيل شو يساوي؟ C، تمام؟ طيب عدوا لي عدد الديفيجنز اللي على المين اللي انطبقوا بالضبط مع ديفيجن على الفيرنير، يعني أو خليني أحكي بمعنى آخر، ال size of division على المين حجم المسافة بين التو lines اللي على المين سكيل هو السكيل اللي بالأعلى، المسافة بينهم بدي أسميها capital C. C من يعني size of division على المين دي أسميه C. size of division على الفيرنير اللي هو السكيل اللي تحت المسافة بين الشحطة واللي next بدي أسميه CV، تمام؟ من كلمة فيرنير حطيت لها subscript سميته V، تمام؟ إذا size للديفيجن على المين سميناه C والsize للديفيجن على الفيرنير سميناه CV، تمام؟ هلأ ديفيجن رقم 9 على المين انطبقت بالضبط مع مين؟ مع 10. إذا من حيث حجم الديفيجن بدنا نحكي 9 times C يساوي 10 times CV، أوكي؟ 9 في C يساوي 10 في CV، أو بمعنى آخر التسعة هي عبارة عن 10 minus 1، صح؟ طيب العشرة هي بتمثل عدد الديفيجنز اللي موجودة على الفيرنير سكيل، أوكي؟ للرقم 10 هاد بدي أسميه N. N شو بيمثل؟
التوتال نمبر اوف ديفيجنز على الفيريو، يعني بدي اعدهم عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الفيرنير سكيل موجود عليه ديفيجنز كم عددهم؟ 10 بهذا المثال، او خلينا بشكل عام نحكي ان. تمام. طيب هلا المعادله اللي بدي تشوفوها، السي هو السايز اوف ديفيجن على المين سكيل، والسي في هو النمبر اوف ديفيجن على الفيرنير، والان هو التوتال نمبر اوف ديفيجنز على الفيرنير سكيل. اتفقنا عليهم. بمثالنا السي 1 مل، السي في ما بنعرف كم قيمتها، هي حجم الديفيجن على الفيرنير ما بنعرفه، صح؟ بالمثال اللي شفناه السي 1 مل، السي في ما بنعرفها والان كانت 10، صح؟ تابعين معي انه على الرسمه، متخيلين الرسمه؟ السي هي المسافه بين تو ديفيجنز على المين سكيل، والسي في هي اكتوال ديستانس بتوين تو ديفيجنز على الفيرنير، حلو؟ طيب هلا هي السي والسي في والان عرفناهم. طيب بامكاني احط المعادله بهذا الشكل، الان ماينس 1 اللي هي بمثالنا يساوي 9 تايمز السايز اوف ديفيجن على المين يساوي ان تايمز السايز اوف ديفيجن على الفيرنير. هاي المعادله الاولى، فيها اي مشكله؟ يعني احنا انا فرجيتكم اياها من خلال مثال بالارقام، بعدين رحت للايكويجن. طيب بدي اخلي السي في بطرف وباقي النوتيشنز بطرف ثاني. السي في تساوي ان ماينس 1 ديفايدد باي ان تايمز سي، صح؟ في اي سؤال لهون؟ اوكي. طيب الديفرنس بين، هاي اللي بدي اياه، الديفرنس بين السي والسي في شو يساوي؟ تبسيط المعادله، اخذت سي ماينس سي في ومكان سي في عوضت الفورمولا اللي مكتوبه بالسطر الثاني، وبتبسيط حاولوا انتم انه بروف ذس، او خلينا احسب لي السي ماينس سي في ومكان سي في حط ان ماينس 1 على ان في سي، تبسيط الفورمولا اللي عندك رح يطلع السي ماينس السي في تساوي سي على ان. تراي تو تشيك ات، يعني اعمل سي ماينس سي في ومكان سي في حط ان ماينس 1 على ان في سي، بتصفي السي موجوده بالتو تيرمز، الترم الاول في 1 ماينس ان ماينس 1 على ان. فاهمين علي؟ يا بتطول ورقة وقلم تشيك الفورميلا أو خلص ماشي. طيب إذا السي ماينس سي في هو إيش بيمثل؟ السي ماينس سي في، السي ماينس سي في إيش بيمثل؟ السي هي إيش؟ السي هي إيش؟ السايز أوف ديفيجن على المين، والسي في هي إيش؟ السايز أوف ديفيجن على الفيرنير. طيب الديفرنس بينهم شو رح يمثل؟ أصغر قراءة ممكن هاي الديفايس تقيس لي إياها. أوكي؟ طيب هلا لاحظوا إحنا حاليا قراءة الديفايس اللي عندي الصفر للفيرنير والصفر للمين انطبقوا على بعض. إذا بهاي الكيس قراءة الديفايس عندي كم؟ صفر. لو الفيرنير سكيل تحرك بدرجة بسيطة لغاية ما أول ديفيجن اسمها سي في تنطبق على أول ديفيجن اسمها سي، كم بيكون تحرك؟ لا أنا عم بحكي لك، شايف هدول الديفيجن، مش إحنا اتفقنا إنه الديفرنس السايز اوف ديفيجن على المين سي والسايز اوف ديفيجن على الفيرنير سي في، الديفرنس بينهم كم بيساوي؟ سي ماينس سي في، صح؟ تمام. طيب إذا الصفر هاي والصفر هاي منطبقين على بعض، حركت السكيل اللي تحت بطريقة المسافة بين الديفيجنز اللي تحت ما حتتغير لما يصير له سلايدنج، والمسافة بين الديفيجنز اللي فوق ما حتتغير لما يصير له سلايدنج، صح؟ طيب اللي تحت صار له سلايدنج بحيث أول ديفيجن انطبقت على أول ديفيجن فوق، إذا الصفر اللي على الفيرنير رح يصير بعيد عن الصفر اللي على المين بمقدار بالضبط، يعني أنا الفورمولا اللي أثبتناها فقط مشان أوصل لهذا اللوجيك، حلو؟ إذا الصفر اللي على الفيرنير كان منطبق على الصفر اللي بالمين، لما عملت سلايدنج للفيرنير سكيل بحيث أول ديفيجن انطبقت مع الأولى اللي فوق، شو رح يصير؟ رح يكون الصفر للفيرنير بعد عن الصفر للمين بمقدار سي ماينس سي في، واللي هي ارجعوا شوفوا شو تساوي
سي على ان، سي على ان يعني كاني عم بحكي الديفيجن الوحده هاي قسمتها لديفيجنز عددهم 10 وكل وحده فيهم بتمثل سي على ان. اول حركه عملناها بحيث اول ديفيجن على الفيرب يعني انطبقت مع الشحطه الاولى، بكون حركت الزيرو اللي هون مسافه صغيره بين الصفر والواحد ميل، مقدارها كم؟ سي على ان، او مقدارها سي ماينس سي في. تمام؟ وصلت الفكره؟ ديفيجن واحد. ديفيجن واحد، تمام. طيب بدي ارد احرك الصفر للفيرنير كمان شوي لبين ما تصير الديفيجن اللي اسمها 2 منطبقه مع ديفيجن ثانيه، رح يكون مشي مسافه سي ماينس سي في مرتين. وصلت الفكره؟ بس لاحظوا الصفر اللي للفيرنير لسه ما وصلش الواحد من، يعني بمعنى اخر رح يمشي ستيب 2 3 4 5 6. باللحظه اللي الصفر للفيرنير مشي مسافه سي ماينس سي في 10 مرات رح ينطبق على الواحد. حلو. هلا بعتقد بعد الشرح المعادله هاي اذا بترجع لللينك اللي بعت لك اياه على انك كيف تقرا الديفايس بصير اوضح. اوكي طيب خلينا نشوف كيف احنا ممكن نقرا هاي الديفايس. هاي ديفايس لا شوي هي لازم قراءات اسهل بعدين اروح لهاي. طيب اوكي هاي طيب هلا هاي الرقم انا كيف باخذ قراءه، كيف باخذ قراءه الفيرنير كاليبر؟ اول شيء بسال نفسي هل الصفر اللي للفيرنير منطبق على ديفيجن على المين؟ اذا كان الصفر للفيرنير منطبق على ديفيجن على المين خلص هي قراءه الديفايس. اذا كان جاي بين تو ديفيجنز بدك تاخذ الماكسيمم ريدنج على المين سكيل بيفور الزيرو للفيرنير وتكون هاي المين سكيل ريدنج وتضيف لها الفراكشن اللي هلا تعلمنا كيف نقيسه. حلو. طيب قبل ما ابدا بالقراءه الديفايس انسوا لي الارقام مكتوبه على اليمين يعني عادي تخيلوا انها مش موجوده. قبل ما ابلش بقراءه الديفايس بدي اجي اسال نفسي الاربعه اللي على المين سكيل هي 4 سم والخمسه هي 5 سم، او بمعنى اخر بتحبوا تقراوها مثلا 40 مل، اللي بعدها 41 مل، اللي بعدها 42، 43، 44، شايفين وين بقرا؟ انا حاطه الماوس، الماوس انت مش مبين. هلا ايش شايفين اللي بالاونلاين؟ ال 42 هدو شايفين هدو؟ شايفين. ليش في لاج بين ال هون اشي وهون اشي؟ حلو. هلا انتم هون لحظة شوي، كم باوربوينت انا فاتحة؟ حلو اني اكون فاتحة فايلين وكل واحد بيقرا يمين. دقيقة شوي. شو خطأ هيك على فكرة. ليش هيك كمان يعني مش عم بيجاوب معي؟ في شيء خطا، في حدا غيري. حتى لو 10 هي الفكره الداتا شو لازم تقرا من هاي الشاشه، يعني شو اللي انا شايفته لازم يظهر على الداتا شو. وعلى الام اس تيم شوفوا انا ما بعمل شير فقط مثلا لباوربوينت، ما بعمل شير فقط، يعني بتشوفوا بعمل شير لشاشه الديسكتوب كامله مشان
إذا بدلت بين التطبيقات اللي شايفينه بالكلاس يكونوا شايفين. يعني أنا بعرف إني بقدر أعمل شير فقط لفايل واحد وإذا طلعت منه خلاص، بس أنا مش هذا الخيار اللي عملته. أكل حال مش موضوعنا خلص، بس ما عندي تفسير أنا صراحة. آه مش هذا الفايل اللي بدنا إياه. طيب هاي جدا المعادلات هاي مرة ثانية. تيمز مايكرو انا هيك بستها. اوكي تيمز مايكروسوفت از شيرينج يور سكرين. اوكي بس ما فيها اشي هيك. طيب هلا هاي المعادلة ولازم اعمل شيء، يعني لازم اشبك الداتا شو بعدين افتح الفايل. يعني نفس الأحنة حاطة شاحن، حاطة الشاحن بالكهرباء ومش هبت ولا طلعت لي إشارة مطر. أقول لك في ناس بعد ما يصابوا بالكورونا عم بصير عندهم نقص فيتامينات. عن جد بحكي، حديد ودي والأشياء هاي كلها بتخلص، فشكلنا فيتاميناتنا. طيب هلأ أنا عملت نيكس سلايد بس هذا مش عم بيمشي. ليش؟ مش يعني ما مش هيك، مش هيك لازم تكون محاضرة. مين ما إله أكسس على ال، يعني مش مين مش شايف ال PowerPoint على موبايله؟ فمش لازم أفترض إنكم بالمحاضرة قادرين تشبكوا نت. مين عنده مشكلة يجي يشوف الشاشة هون معي يتابع. خلاص؟ طيب تمام. هلا شايفين how to read the vernier caliper. وانا كمان عندي محاضرات غير هاي. يعني انو فانكشن اف 1 المشكله معك مش مكتوب عليه هذا هون هيك. عادي جربي، بس جربي عن علم. مش لا شفت هذا انه تكبسي هاي مع بي ذلك مفروض انه هاي دوبليكيت هتاري. طيب شكرا. انو وحده ويندوز مع بي. ويندوز مع بي هيك بيطلع لك. طب انا عندي خلص. اوكي تمام خلص شكرا. زياده ربع علامه. بس انا سؤالي انه انا ما غيرت إشي، يعني انا بس عم بعمل نيكست سلايد نيكست سلايد وكانت الحياه يعني كل شيء تمام. طيب مش موضوعنا. شكرا لك. هلا how to read
How to read a vernier caliper. The reading on the main scale just before the zero of the vernier is noted. وهذا بسميه main scale reading. بعدين باجي بعد the number of division على الفيرنير اللي انطبقت بالضبط مع division على المين. وهاي الديفيجن يعني بعد كعدد شحطات بضربها بالمسافة اللي سميناها C minus CV أو اللي هي الأكيرسي للديفايس اللي هي smallest division اللي بتقيسها الديفايس. تمام؟ طيب ناخد مثال. نبدأ بمثال أسهل يعني نبدأ مثال سهل. هلا أول أنتوا لسه بتعرفوا بعض سنة رابعة وصلت يعني منطق أنها محاضرة كاملة بس على قراءة الديفايس وما قرأناها حتى لسه. طيب هلا باجي بسأل شوفوا بالله على صفحة المادة إذا في حدا طلع من الميتنج أو في إذا في أسئلة من الطلاب حدا طلع من الميتنج إشي خلاص أنا طالع الميتنج أنت انا والله ما عملت شيء يعني انا طلعت من الميتنج بس ما عملتش انت عشان ضلوا يعني لما باللحظه اللي طلعت منها ما عملت انت. طيب هلا بالنتيجه انه بدي اقرا الديفايس باجي بشوف الصفر اللي على الفيرنير احنا بدينا من هون اني باشر بالماوس ومش شايفين الماوس. طيب الصفر اللي على الفيرنير بدي اجي اشوف هل هو لحظه شوي اول شيء السمولست ديفيجن على المين سكيل 1 مل يعني الأربعة هاي هي 4 سنتي أو 40 مل إذا التعامل بالمل أسهل سموها 40 هاي 40 مل هاي 41 42 43 44 هاي 50 مل تمام السمولست ديفيجن على المين سكيل كم تساوي على المين سكيل السمولست ديفيجن كم تساوي 1 مليمتر يعني المسافة بين الشحطة والنكست على المين سكيل 1 مل حلو عدد الديفيجنز اللي على الفيرنير كم كعدد شحطات انسوا لي الأرقام مكتوبة 10 حلو لأن في مرات بيكون نسميهم 2 4 6 مرات بيكون كعدد شحطات مقسم ل 10 ديفيجنز حلو مسافة الفيرنير سكيل كامل مقسم ل 10 ديفيجنز حلو إذا الواحد مل على المين سكيل مقسم ل 10 مش قلنا السي على الان هي الأكيرسي للديفايس إذا الأكيرسي للديفايس 1 على 10 من المل تمام اللي هي سي ماينس سي في اللي هي نفسها سي على ان هاي الاكيورسي للديفايس تمام. طيب هلا بدي اجي اخذ القراءه بسال نفسي شو الماكسيمم ديفيجن على المين سكيل بيفور الزيرو للفيرنير بالضبط. هلا اذا الزيرو انطبق على ديفيجن على المين بتكون خلص هي القراءه وما فيش فراكشن بعديها اوكي. هلا بالحاله الاولى بالصوره الاولى او بالشكل الاول الصفر للفيرنير اجى منطبق بالضبط على ديفيجن شو اسمها يا بتحكي 42 ملم يا بتقول 4.2 سنتيمتر زي ما بدك تمام. اذا المين سكيل ريدنج كم 42 ملم بلس هل في يعني بما انه زيرو منطبق مع ديفيجن على المين خلص بعدين ما فيش فراكشن اوكي. طيب لكن بما انها الاكيورسي للديفايس بتقيس لغايه 1 على 10 بالمل ما بصير اروح احكي 42 مل واسكت لازم احط 42.0 مشان احكي انه هذا الدايمنشن انقاس بديفايس الاكيورسي الها 1 على 10 من المل يعني اذا انت حطيت 42 ملم بدون البوينت 0 ممكن تكون انت قست بستيل رول عاديه بتقيس لاقرب مل فلازم تبين الاكيورسي للديفايس على الريدنج صح؟ عشان هيك حاطه 42.0 مل هون هاي تمام؟ طيب الشكل الثاني هلا الصفر اللي على المين الصفر اللي على الفيرنير اجى بتوين تو ديفيجنز على المين تمام؟ الصفر اللي على الفيرنير اجى بتوين تو ديفيجنز على المين اللي على اليسار منه اسمها 42 مل واللي على اليمين اسمها 43 مل. المين سكيل ريدنج رح يساوي الماكسيمم ريدنج على المين سكيل بيفور الزيرو اللي للفيرنير. هاي الزيرو للفيرنير مين الماكسيمم ديفيجن على المين سكيل بيفور الزيرو بالضبط؟ الماكسيمم بيفور تمام 42 مل. هلا الزيرو ما انطبقت
الزيرو كانت شوي على يمين هاي الديفيجن. مين الديفيجن اللي انطبقت؟ الأولى. الأولى عشان تنطبق إحنا مشينا مسافة مقدارها كم؟ C minus CV اللي هي مقدارها كم؟ C over N واللي هي نفسها عبارة عن 1 times C على N. واحد اللي هي الرقم واحد اللي هي أول ديفيجن هون. فعشان يقول لك عد الديفيجن، شو رقم الديفيجن اللي انطبقت؟ شو رقم الديفيجن على الفيرنير اللي انطبقت مع ديفيجن على المين واضربها بالأكيرسي للديفايس. يعني بمثال بدي أحكي واحد ضرب السي على N. وصلت الفكرة؟ وصلت الفكرة ليش أعطتكم معادلة C minus CV تساوي واحد على N؟ هلأ بمعنى آخر كأني عم بحكي أول ديفيجن إذا هي اللي انطبقت منكون الصفر اللي على الفيرنير مشي عن الديفيجن اللي بالأعلى مسافة قيمتها C minus CV أو C على N. وصلت الفكرة؟ واضح؟ طيب فإذا المين سكيل ريدنج 42 بلس 1 تايمز الأكيوريسي للديفايس. حلو؟ طيب نيجي على الريدنج اللي بعدها. الماكسيمم ريدنج على المين سكيل بفور الزيرو للفيرنير كم؟ 42 بلس بلس انطبقت عند الاثنين يعني 2 ضرب 0.2 بالضبط يعني 42.2 مليمتر. تمام؟ طيب نيجي ناخذ ديفايس. هاي الديفايس لاحظوا المين سكيل أصغر ديفيجن على المين سكيل شو تساوي؟ نص ملي. يعني هاي نص، هاي واحد، واحد ونص اثنين، اثنين ونص ثلاث، ثلاثة ونص أربعة، أربعة ونص خمسة، خمسة ونص ستة، آخر واحد هاي شو حتكون؟ سنتي. واحد سنتي. يعني الواحد سنتي مقسم لديفيجن عددهم عشرين، كل واحدة منهم شو بتمثل؟ السنتي قسميه على عشرة بتطلع كل ديفيجن كم؟ مل. قسمي السنتي على 20 كل ديفيجن شو بتطلع؟ تمام؟ طيب هلا الاكيوريسي لهاي الديفايس مين بده يحكي لي اياها؟ الاكيوريسي للديفايس سي على ان. السي شو تساوي؟ طيب هذا كويز، كويز هذا السؤال. يلا كم الاكيوريسي للديفايس؟ نص ملي على 0.25 يعني نص ملي ديفايدد باي 25 احسبها. خلص 0.2 بدهاش كالكوليتر. 0.2 ايش؟ مليمتر. تمام؟ بس هاي ما بدها كالكوليتر. النص على 25 نفسها 1 على 50 نفسها 2 على 100 صح؟ الله يسامح الأونلاين. هاي الديفايس كم الأكيرسي اللي لها؟ 0.02 مليمتر. كيف إجا الـ 0.02؟ السايز أوف ديفيجن على المين نص ديفايدد باي عدد الديفيجنز على الفيرنير 25، واليونت عندنا ما هي اليونت اللي قسنا فيها المين سكيل كانت مليمتر. 0.5 مليمتر ديفايدد باي 50. فالأكيرسي للديفايس 0.02 مليمتر. بمعنى اسألي ليش بتحطها على 20؟ نحكيها نص على 20. ليش الأكيرسي على 25؟ هلا الديفايس اجت من المصنع، هم مقسمين ال1 ديفيجن على المين مقسمينها انتو 25 ديفيجنز. يعني فعليا لما تمسكي الفيرنير كاليبر السكيل اللي تحت رح تشوفي عليه من الصفر لل 25 وخلص بيوقف. يعني هو افرجيكي شكل هالديفايس هيك شكلها كمثال، انه انت مش انت بتختاري كم ديفيجن وين توقفي. خلص هاي عندي مثلا هاي الديفايس هاي 10 مل 20 مل 30 مل هاي المين سكيل. خلص هاي الديفايس ماسكينها مقسمين الفيرنير من الصفر ل 10. تمام؟ هو التصميم هيك الديزاين للديفايس، مش انا بختار كم ديفيجن يكون فيه. يعني مو شرط يكون قد شيء فوقي. هذا اوكي انا فهمت سؤالها. هلا الفكره اني لما اجيت
احسب الاكيورسي واعمل لها بروف بهذا المثال عشان او اوصلكم لفكره انه سي ماينس سي في تساوي سي على ان. خليت الزيرو للفيرنير والزيرو للمين منطبقين وشفت اخر ديفيجن هون وين انطبقت. ما انا بعرف السي شو قيمتها بس ما بعرف شو قيمه السي في. رحت اوجدت السي ماينس سي في از ا ديستانس شو تساوي. هي smallest division بقيس هالديفايس، هي accuracy، هي C على N. أنا هذا كان الهدف من الرسم اللي هون. طيب هلأ نرجع هون. هاي الديفايس أنا لو كنت بدي أقيس الaccuracy اللي إلها وأرجع للمعادلة هذيك اللي كتبناها الـ N-1 في C تساوي N في CV، كان لازم أخذ الصفر اللي للفيرنير وأخليها تنطبق على الصفر اللي للمين. راح أوجد إنها الديفيجن اللي اسمها 25 على الفيرنير انطبقت مع الديفيجن عددها 24 على المين. يعني ما حيختلف اللوجيك للمعادلة، ما حيختلف. هلا مش موضوعنا إحنا هون. هلا أنا هون الكيس اللي عندي مش إنه زيرو للفيرنير منطبق على زيرو للمين، لا. أنا عندي هون خليني يعني هاي الديفايس، انا هاي الصوره اللي كنت عليها او هاي اوكي هيها مزبوط. هذا اللي تسالي عنه. هلا هاي الديفيجن كعدد 1 2 3 4 كعدد شو رقمها؟ كعدد شحطات الواحد هاي شو بتكون؟ 20. هاي اللي بعدها 21، اللي بعدها 22، اللي بعدها 23، اللي بعدها 24. لما الصفر للفيرنير والصفر للمين انطبقوا على بعض، ديفيجن رقم N انطبقت مع ديفيجن رقم N ماينس واحد على المين. مش قلتك إذا طبقت الزيرو للفيرنير مع الزيرو للمين ديفيجن رقم 25 هون حتنطبق مع ديفيجن رقم 24 دائماً، يعني المعادلة ما حتتغير. طيب تيجي تحكي 25 times CV تساوي 24 تايمز سي. انا هون بعرف السي، السي نص مل، السي في ما بعرفها، بس معادله سي ماينس سي في حتكون اثباتها حيعطيني انه النص ديفايدد باي 25 هي نفسها سي ماينس سي في، تمام؟ اللي هي 0.02 مليمتر. طيب هلا هاي الديفايس جاوبتوني على السؤال الأول شو الأكيوريسي اللي إلها؟ 0.02 مليمتر. بمعنى لو هاي الديفايس تحركت والزيرو اللي للفيرنير مشي مسافة مقدارها 0.02 مليمتر، الديفيجن الأولى حتنطبق على اللي فوق. لو مشي مسافة 0.04 مليمتر، الديفيجن الثانية حتنطبق مع ديفيجن بالأعلى، لكن لسه الزيرو اللي للفيرنير ما وصلش للنص من، لازم يمشي ستيبس عددهم 25 ستيبس. لازم الزيرو للفيرنير يمشي ستيبس عددهم 25 عشان ينطبق مع اول ديفيجن. فهي اللي قصدت احكي انه تخيلوا انها الديفيجن الوحده العلمين قسمت ل 25 ديفيجن وانفردت على سكيل كبير، يعني كاني هاي المسافه الصغيره اللي اسمها سي قسمتها ل 25 ديفيجن، هي حكينا سي على 25 صح؟ كل واحدة فيهم قيمتها 0.02 مل، 0.02 مل، اضرب ال 0.02 في 25 مرة حيعطيك نص مل. وصلت الفكرة؟ طيب هلا هاي الديفايس بدي اجي اقرأها. هاي في عندي شكل القراءة A والقراءة B. مين بده يقرأ لي A؟ ماشي، انت بتقرأي A انت B. أول شيء أصغر قراءة الماكسيمم ريدنج على المين سكيل بيفور الزيرو للفيرنير 2.2 سنتيمتر. ماشي أوكي. بعدين الفيرنير سكيل انطبق عند الديفيجن رقم 16 تمام، بنعمل 2.2 سنتيمترز أو 22 مليمترز. أوكي انسي المين سكيل ريدنج ماشي 22 حطيناها على جنب بلس 16 اذا شو اللي عملته زميلتكم؟ اول خطوه حسبت الاكيرسي للديفايس واحنا حسبناها قبل شوي كلنا مع بعض. الاكيرسي للديفايس 0.02 مل. اجت حكت لي الماكسيمم ريدنج على المين سكيل بيفور الزيرو للفيرنير
22 مليمتر تمام؟ بلس ديفيجن رقم 16 على الفيرنير انطبقت مع ديفيجن على المين. إذا 16 times 0.02 شو بيطلع عندك؟ 22.32 صح؟ اللي بيحكي لا يعطيني شو الجواب الصح. مين عنده رأي تاني؟ هو اللي بيحكي خطأ بده يكون عنده جواب صح. لا هي قراءتها صحيحة. المين سكيل ريدنج الماكسيموم ريدنج على المين سكيل بيفور زيرو للفيرنير الشحطة اللي أطول واحد مل اللي أقصر نص مل، فأنا هاي 20 مل، هاي الديفيجن 20 مل، هاي 20 ونص، هاي 21، 21 ونص هاي إيش؟ 22. إذا المين سكيل ريدنج 22 بلس. هلا الديفيجنز هدول إحنا اتفقنا أنها الأكيرسي للديفايس 0.02. إذا خلصت المحاضرة طلعوا الساعات لإنكم. متى خلصت؟ طيب المحاضرة الجاية بتقرأي لنا تقرأيها أونلاين. طب ناخذ أسماء الحضور بس. أنتوا لما تخلص محاضرة نبهوني، بس اليوم كان في عنا وقت بدل ضائع. بس لحظة ناخذ أسماء الحضور اللي بالأونلاين. داونلود attendance list.